راك الدرس معاك عين من نفس، راه شويه سي حميد راه انت ولات ايران دخلت لك دماغك، ما دارت لك غسل ديال الدماغ، راك مغربي ورتيش دارت لك اسرائيل انت أنا. ماشي عم غسل الدماغ غير مشي لهذا المغرب. انا شو هاد القضيه؟ انا ما كدير لي لا اسرائيل لا انا ما كدير لي راه خاويه الهضره خاويه ديال اسرائيل. انا راه ما عندي لا مع اسرائيل لا مع ايران. شوف خلينا من النقاش العقائدي، انا سمعت النقاشات وسمعت النقاشات اللي راجت عندك هنا. انا غنهضر معاك بمعادلات ديال العلاقات الدوليه ومعادلات اخرى اللي ديال دراسات امنيه. نبداو بحزب الله. ملي كتمشي اسرائيل وكتسيب لي بالضبط القيادات، وحنا شناها بدات بقيادات حتى حوطات نصر الله والمجموعه، معنى هذا انها خدامه على تغيير المنظومه ديال الحزب. ما غتفاجئش غدا الا لقيتي عندك حزب اخر. وبالمناسبه راه ربما القياده الثالثه اللي تم القتل ديالها دابا، لانه كاين معلومات كتقول بان حصر الله جا واحد اخر ومن بعد جا هاد صفي الدين. بمعنى القياده الثالثه، هاد النوع كيتسمى في الدراسات ملي كتنظر كتدرس هاد التنظيمات ملي كتسيب لي القيادات كتبغي تغير البنيه ديال الحزب، وربما القياده الاخيره الحزب الله يتغير. يعني يتغير الهدف ديال انه يتغير. وهنا كاين سؤال كيطرح، شكون كيعطي هاد المعلومات على هاد القيادات؟ ما كايناش شي تنظيم في العالم اللي فيه هذا الحجم ديال الاختراقات. بمجرد اجتماع، بمجرد انه كيكون اجتماع كتسيب للقيادات. هنا ما يقولش شي واحد لا راه ايران عندها دور. ايران في واحد المرحله انها هي براسها كتبغي واحد القيادات انها تغير، باش نكون واضحين هنا، لان الناس غالطين. كيمشي يقول لك راه ايران واسرائيل، باش نتفقوا غنرجع معاك لواحد الهضره قلت لك في هذيك القدس، كنت جالس عندك انا، النهار اللي قلت لك بان ايران دفعت حماس، رجع معك لهذاك التحليل. ملي وقع هذا الشيء ديال 7 اكتوبر، شكون اللي كانت مهيمنه في المنطقه ديال الشرق الاوسط؟ شكون هي القوه الاقليميه اللي كانت؟ وغنهضر معك بالنظريه ديال انتقال القوه، كانت ايران. تعطات هذه الحجه لاسرائيل، اش كدير اسرائيل اليوم؟ دابا راه صراع بين قوتين اقليميتين، وان كان انه راه كتصارع شكون؟ كتصارع امريكا بواسطه اسرائيل مع ايران باش يكون واحد التوازن. وما غتفاجئش غدا الا مشات القضيه الفلسطينيه كامله، دابا فين هي غزه؟ والا مشات لبنان ومشات سوريا، الا تغير هذا الوضع هذا، راه الصراع على مجالات، بمعنى الصراع انه على مساحات اللي غد المساحات. راه شتي الخريطه ديال نتنياهو، ما انتبهوش لها الناس، صراع على مساحات اللي كاينه الان. وهنا بزاف ديال الناس، ماشي حنا غنقلوا من ايران، ايران مسلحه، ولكن ايران راه لحد الان ما قادراش تدخل في حرب، لان تعرف بان الحرب مع الولايات المتحده الامريكيه وغتكون التكلفه ديالها غاليه. هنا كاين جوج الحوايج، اما غتمشي اسرائيل السيناريوهات، واما غادي تبدل ايران حتى هي. قضيه اسرائيل هنا القضيه صعيبه. علاش؟ لان اسرائيل كنعاود نقول لك انا ملي كنت قلت لك اسرائيل نسميها مقاوله امريكيه، الى بمعنى الامور إلا تمست إسرائيل كتمس القيادة ديال النظام الدولي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. واش كتشوف العدد ديال المتفجرات؟ منين جا ديال المتفجرات؟ واش كتشوف بأن الولايات المتحدة الأمريكية مساندة إسرائيل في كل شيء؟ مساندة في كل شيء. إذا هنا غنرجع معك لديك النقطة، متى أحست إيران بالخطر؟ إمتى أحست بالخطر ودفعتها في واحد الاتجاه وتعطات فرصة لنتنياهو؟ نتنياهو كنعرفوا ولا قريتي سيكولوجيا غادي في الحرب هذاك من الناس، كيشكل خطر حتى على الان، كيشكل خطر حتى على الامريكيين. علاش؟ على الديمقراطية الامريكيين، لان بقى غادي وضرب مثلا المنشآت النووية والنفطية، وان كان هادو فيهم جوج الحوايج، غادي يأثر على الانتخابات الامريكية، غادي يأثر على هاريس، غادي يأثر عليها. هنا باش نكونوا موضوعيين، حست بخطر لما وقع قرب واحد الاتفاق بين من؟ اتفاق بين السعودية وامريكا بخصوص البرنامج النووي اللي كانت فيه غتكون حتى العمليه ديال علاقات مع اسرائيل. تما بدا التحول. اذا هنا اللي كيحلل بالعقيده، شوف خطر على العالم اسرائيل ولا ايران؟ شوف بجوج، على العالم السني، على المنطقه السنيه بجوج، لان احنا على المغرب شكون خطر علينا؟ ايران ولا اسرائيل؟ احنا دابا باش نكون واضحين، التحول اللي كيجري تما، انا كنهضر على السنه، خلي المغرب. التحولات اللي كاينه تما غتمشي حتى لشمال افريقيا، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كيتبنى الشرق الاوسط جديد، باقي ما تحسمش، فيه ايران وفيه اسرائيل، جوج الحوايج. ولكن ايران الا سمحتي لي استمانه، لا انت النقطه اللي ترتي مهمه، لا غير سمح لي تفضل. ايران هل في مصلحتها
حزب اقتلاع حزب الله او اضعاف حزب الله او تغيير البنيه. شو هسا تصنت لي واحد القضيه ما تكونوش صاحبي ما تكونوش عاطفيين. حتى ايران دايره حزب الله بارشوك دارته بارشوك كان كيلعب واحد الدور ماشي غتضحي به غتضحي به وضحي به حزب الله راه اضعاف لايران. كاينه مفاوضات صاحبي اي حرب كاينه مفاوضات كاينه مفاوضات الان كتجري على منطقه ديال الشرق الاوسط. اسمح لي سي منار اسمع واحد شكون اللي عطى شكون اللي عطى اشعال حزب الله عنده كوادر ولكن تصور دابا ايران حسن نصر الله جا الوقت ديالو بانه كان خصو يسالي وتجي قياده اخرى وتسالي بمعنى خدامين على تغيير ديال القيادات. هذه بمعنى هذه ادوات اللي كتصارع بها ايران مع اسرائيل. كاينه ادوات راه البارح كاينه معلومات كتقول حتى الزعيم ديال الحوثي. شكون اللي باع اسرائيل؟ شكون اللي باع اسرائيل للمقاومه؟ كيفاش ايران؟ شكون اللي باع اسرائيل لمن؟ كيفاش؟ الا رجعنا بهذا التحليل هذا ديال الاختراق، الا رجعنا ل 7 اكتوبر منين المقاومه في 7 اكتوبر بهذاك المنطق؟ واش كتعرف بان الولايات المتحده الامريكيه حسب معلومات والاسرائيليين كانوا كينتظروا هذه العمليه ديال حماس مع البدايه ديال صعود بايدن راه تاخرت مع هذه معلومات موثقه كانوا كيتسناوها. عطيتيه فرصه وانا كنذكرك هنا كنقول لك راه واحد الوقت فينا هي غزه واريحه دابا فينا هو الاتفاق فينا هي الضفه راه ورجع شوف الامريكيين ماذا يقولون كيقول لك بان اسرائيل ما خصهاش تبقى صغيره هي اسرائيل دابا كتكبر كتكبر اذا الصراع بين جوج القوات القوه الاقليميه اللي هي اسرائيل وراها الغرب وصراع ديال ايران مع ايران ولكن ايران كتعرف جيدا بان هذا الصراع هذا ما غادخلش في صراعيه مع الدول الغربيه كامله لان غتكون التكلفه ديالو غاليه. خلينا من داك الحماس والهضره ديال المقاومه وحزب الله انتم حزب الله بلاتي سؤال واحد حتى هذه القضيه ديال القيادات ديال حزب الله كيطيحوا بحال الجوج كما كنقولوا حنا في العربيه. كيفاش هذه القضيه ديال الاختراق كامل كيفاش راه الاسرائيليين طاحوا بحال وكان لا اسمح لي خليه شوف كاينه واحد المساله في الاعلام قبل حزب الله اسرائيل كانت كتدخل لبنان بحال اللي داخل لا غير بلاتي وراه كتحارب سته ايام واسرائيل راه واسرائيل فات منها سلحات حزب الله في واحد المرحله كانت باغا يكون واسرائيل الان ما في صالحهاش انه ما يكونش حزب الله باش نكونوا واضحين في صالحها انه يبقى بطريقه اخرى. هادشي اللي كيسيب ليه هاد القيادات هادي هنايا في صالحها انه يبقى ترى ماشي واش حنا في صالحنا اضعاف حزب الله وايران حنا كمغاربه كيفاش في صالحنا؟ خليك سؤال مباشر هل في صالحنا كنسول انا السؤال هنا الخطر للدول السنيه لان العدو الاول ديال ايران هو الدول السنيه. خلينا من الهضره الدول السنيه هي العدو العدو ديال ايران. علاش؟ على ايران بالنسبه لها ايران شوف باش راه قلت لك واحد المره تصريحات امريكا ديال القاده الشيعه وكيقول لك حنا ما عندناش مشكل كاينه مفتي الازهر السني كيقول لك حنا صاحبي انت كتهضر على المقاومه. نعطيك مثال شكون اللي عطى صدام حسين سلموه الامريكيين سلموه الايرانيين شكون اللي عدم صدام حسين شكون الايرانيين اللي عدم شكون قتل حسين ولا اسمح لي هو صدام حسين كنتو كتهضروا واحد الوقت هذه المجموعه هذه المجموعه بلاتي اللي كان كيقول اسمعني لا عطيك ساعه اسمعني وخليني نطرح لك سؤال. هذا التقسيم ديال هما التاريخ شوف كاين السني يبيعك ويشريك كاين السني يوقف معك ويموت معك كاين الشيعي يبيعك ويشريك كاين الشيعي لا عمره دار. هذا التقسيم ديال هما باعوا حتى حنا عندنا خيانه في تاريخ السنه وعندنا الرجال في تاريخ السنه. خلي ما نهضرش معاك التاريخ نهضر معاك بالعلاقات شوف غنهضر معاك بالمصالح اسمع لي يا صاحبي التقسيم اللي كنديروا وخلينا دابا انت غتدخل معايا انا ما غندخلش معاك انا ماشي فقيه اسمع لي ماشي فقيه انا غنهضر معاك بالمصالح شوف بالمصلحه ايران من مصلحتها دابا انه واحد المجموعه ديال الدول انها تصفيها مشروع ايراني مشروع ديال كاين دابا المشروع ديال اسرائيل اسمع كاين المشروع ديال اسرائيل كاين المشروع ديال الصهيونيه وكاين المشروع ديال الفارسيه ونزيدك واحد القضيه اخرى بدا المشروع ديال العثمانيه كيتحرك هذه الايام المشروع ديال اردوغان الان كيدخل اراضي سوريا باش تعرف شنو وقع هنا. واش من العدل السي منار ماشي انت كناقش ما كنتوجهلكش كشخص هل من العدل الى المقاومه دارت عمليه نوعيه رائعه نخرجوا حنا ونفسروها بان امريكا كانت كتنتظرها واستدرجت سير معايا وقف واحد وعملاتي عافاك شوف دابا اللي تناقش معاكم واللي تناقش معاكم اسي اسمع انا راه ما كندافع لا على اسرائيل لا ايران اسمع نقول واحد القضيه انا كنقرب العلاقات الدوليه شوف جوج كيشكلوا دابا الان مشروع كيتصارع اسرائيل مع ايران اشنو علاش كي علام اشين المناطق كيتصارع لها واش كتعرف لبنان براسها الهضره ديال كيسنجر كيقول لك فائض جغرافي بحال لبنان ما خصهاش تكون سمعتي ولا لا هنايا هذه كلها امور كتطور هنا السي راه واحد القضيه استرفها الجمهوريه ديال شوف الجمهوريه ديال الخميني ساعدتها الولايات المتحده الامريكيه ونقول لك علاش هذه السياسه فهمتي رغم ان الشاه كان ديالهم علاش ساعدوه قال لك
حكومه ديال الخميني وهذه الدول الغربيه احسن تكون حكومه يساريه تمشي مع الاتحاد السوفيتي. وراه ما عمرت النقاش بين ايران وبين امريكا توقف في عز التوتر. شوف السياسه كنفهموا. خليني نطرح عليك سؤال واخا قلت لي شوف علاش في 7 اكتوبر وخليني نقول لك جوج حوايج خرجوا كنقولوا راه 7 اكتوبر استدرجت حماس لتما وكنبينوا المعمره دارت خدمه زوينه. منين تقتلوا عاوتاني حسن نصر الله والقاضي ديال كذا اش كنقولوا عاوتاني وراه ايران باعتهم. لماذا دائما هذا الاضعاف هذا التوجه ديال الاضعاف حسن حسن نصر الله انت عندك المعطيات بانه مات. راه بعد النقاش هذا واش عندك المعطيات بانه مات؟ دابا بدا هذا النقاش ولا تحت ولا كان عندي المعطيات انا راه خصني لا هذا اللي كيقول لك واسمع لي شنو شي جوته لا كنت تفحم بقى فيها ما يعني الضربه كانت وفينا هما دوك الطرح اللي كيقول لك لا كانت الجثه ديالو بقات سليمه ومات بالخلعه فينا هي ترى كاينه بزاف ديال المسائل يقدر يكون هو براسو راه شوف راه كاينه امور اللي كتجري كاين ما يسمى بلي كولوار اللي فيهم مفاوضات اللي ما كيعرفوش الناس دابا الناس كيصابوها بحال ديك اللي كنسميوها الضريب ديال الدروبه مضاربه انا وياك مشانقين ما ندويوش لا راه اي حرب كاين وسيط صحيح اللي كينقل من هنا علاش علاش دابا تعطلت اسرائيل دابا في هذه القضيه ديال الرد وكيفاش غترد علاش الا مشات النووي مشكله إذا مشات المنشآت النفطية مشكلة كبيرة ويقال عندها النووي قنبلة نووية لا بلاتي ولا لا ديك الهضرة شوف هذيك الهضرة سمعتها ما صحيحاش ما صحيحاش لأن ديك الهضرة هنا أولا اللي عنده النووي ما كيقولهاش وإلا غيوقع المشكل ديال صدام حسين واش أنت كتظن هاد الدول الغربية ناعسة ما تجيبش خبار اش كدير هذيك الوكالة تم إسرائيل إيران كتفاوض ولكن فاشتهم بالصواريخ إيران لا واحد واحد الدوله كانت كتسلح ما كنقولوش حنا ماشي راه كنقول لك انا في الاول قوه اقليميه الضربه سهله لدرجه ايران دابا رد شوف الضربه ولكن ضربه كانت مقننه ضربه مدروسه مقننه وتخبرات بها كما كيقولوا الامريكيين تخبروا بساعتين قبل كاينه هذه المساله اذا لحد الان راه مازال ما وصلناش مواجهه مباشره ما وصلوش مواجهه مباشره ما كايناش حرب مباشره غير تغيرات ما يسمى بالقواعد ديال الاشتباك اش كنقصد بالقواعد ديال الاشتباك راه كاين العسكريين ولكن شنو كيوقع السياسيين اللي كيوليو يسيروا الان كيفاش غتكون الان كاين نقاش على الضربه ديال اسرائيل كيفاش غتكون هنايا لان ايران ضروري غترد اسرائيل شوف الصوره ديال ايران في الاول ضروري كان خصها ترد لان عندها الميليشيات ديالها والصوره ديالها الان ايضا الصوره ديال اسرائيل حتى هي خصها ترد ولكن فين غترد اسرائيل انا نقول لك غتمشي غتضرب المنظومه الدفاعيه هي اللي غتضربها ما تقدرش تضرب النفط لانها تخلق مشكل ما غتضربش اصلا المنشات النوويه لانها غتخلق مشكل هذه جوج الحوايج انا اذا هنا راه هادشي نيغوسي هادشي اللي خصنا نفهموه في العلاقات الدوليه ونعاود نشرح لك كنقول لك كاين انتقال ديال القوة في الشرق الاوسط السؤال هو الدول مثلا العربيه اللي كاينه في الشرق الاوسط كيفاش كتقرا هذا التحول هذا كيفاش كتقرا هذا التحول باقى بالنسبه للامريكيين باقى التوازنات اللي بغات مازال ما حصلتش هذه اللي مازال اذا هنا خلي التحليل ديال الحماسي اللي كيقول ما عندوش معنى هنايا نشوفوا بالعلاقات الدوليه العلاقات الدوليه فيها المصالح ايران واحد الوقت الا جا الوقت وبانت لها المصالح ديالها غتضحي بحزب الله وتضحي بالحوثيين وتزيد الحشد الشعبي كلشي يمشي هذه العلاقات الدوليه ديرهم دي بارشوك هنا هادو ديرهم دي بارشوك ولكن اللي كاين هو اشنو واقع في الجنوب ديال لبنان شحال المساحه اللي غتدخل لاسرائيل اشنو غيوقع من بعد في سوريا متفقين هذا الشيء اللي جاي هنا بمعنى كيفاش غتولي الحدود واش غتبقى نفس الحدود ولا ما غتبقاش اسمح لي عفاك واش دابا وجه ديال الشرق الاوسط والقضيه كيتغير لا القضيه الفلسطينيه قبل البروز ديال حزب الله وهذا دابا حنا كنعرفوا حرب 6 ايام كيفاش اسرائيل كانت بحال اللي كانت بحال داخله لشي قهوه ببساطه اليوم واش تنقدوا نفيو ولكن فين هي شكون اللي هز الراس دابا ديال الفلسطينيين ديال حزب الله دابا حنا واحد القضيه نوضحها لك الله يعطيك الصحه لا عافاك وكمل حيت كيوقع تغليظ ماشي راه حنا خصنا نقطعوا مع واحد الثقافه والله ما كنتوجه لك انت كدير اختلف معايا ولكن دابا اش كيدير من دابا نناقش بهذه الطريقه حنا راه كناصروا غير بلادنا ومصلحه بلادنا حيت كيوقع الخلط في هادشي ولكن كلمه حق نقولوها حنا عندنا اختلاف مع الشيعة تاريخيا والصراع قائم ولكن عاوتاني ما خصناش نضحيو بشي حوايج راهم في واحد اللحظه راه كانت حماس مشى المقاومه مشات سؤال واش لله في وجه الله ايران واقف كانت كتقول هذيك الهضره على حماس واش انت صاحبي واش انت حلل معايا راك قاري تخلينا من واش كاين شي واحد كياخذ موقف لله في وجه ما عندهاش مصالح شكون هي ايران ما عندهاش مصالح والعالم عنده مصالح وتبط الحوار انت دابا فينا هي القضيه فينا هي القضيه الفلسطينيه اليوم فينا هي القضيه الفلسطينيه اليوم فينا واش او
هذا العدد ديال الشهداء ما كانش المقاومة. هذا العدد ديال الشهداء والمغرب سمع عليا دابا كان عرفات دار اتفاق بالرغم من العلات ديالو. فين هو ذاك الاتفاق دابا الان؟ وراه الخريطه اللي كيبين الشهداء في المغرب. تخلينا لا ملي كانت فرنسا قوي لا نفس لا استعمار كتمشي ليا كانت عندنا فرنسا واسبانيا واحد الوقت كنا كنقولوا دابا واش حنا ما كنقولوش اسمع لي غير دابا بلاتي كنا كنقول عبد محمد الخطابي كنا نقول فتاه اسمع شويه واش دابا حنا كنختلفوا غير التكلفه التكلفه اللي كاينه وثمن الحريه كيفاش ثمن الحريه واش غادي ترى كاينه قاعده كيقول لك ما تدفعش الشعوب انتحار السي في القانون الدولي كاينه هذه القضيه وحنا براسنا بالله تسمح لي واش انا دابا ديما نعاود نقول لك واش واحد مكسل هنا وكيقول لك المقاومه اسمح لي بلاتي غنعاود نقول لك هاد المجموعه اللي اش كديروا هنا ياك الحدود مفتوحه السي بلاتي واش سمعت حسن نصره ولا كيفاش تشوف واحد القضيه صنط ليا واحد الوقت قلت لي لا عايش اسمع ليا كنقول لك انا بلاتي كيفاش عايش في الوقت هما دابا ماتوا نتا راه حاسبي جابتو راه هنيه راه جابتو ايران حتى لعندها واحد المجموعه من الحرس الثوري بتواطؤ مع من مع الموساد وتمت العمليه ديال الاغتيال ديالو. تخلينا من القضيه ديال 5 ديال خمسه نجوم هادشي اللي بقيتي شادين فيها وداروها ومشيتي انت درتيها في واحد الباساج غنعاود نقولها نقول لك واحد القضيه هاد المجموعه اللي مصدعين الوقت نوضه سيدي سير ياك باغي تضحي انت سير انا عندي واحد الطرح الدوله المغربيه انا موجود الدوله المغربيه دابا حتى الدوله المغربيه كتشاور معاه بهذه الامور اي حاجه لا اسمع لي الدوله تقول لك لا نوضه سيدي نوض سير والله قالت هذه الدوله اسمعني الناس ما عطاوهمش كلمه شوف انت صاحبي كدير الاعلام كيخرجوا لك خطاب اي راه دازت حركات ديال المقاومه اسمع كاين حركات ديال المقاومه كاين طرح اخر كيقول لك اودي راه كتكون شي امور بعض المرات عقلانيه اللي كتوصل كتحسب سيما مصلحتنا في حنا كنبغي ندخلوا لمصلحه المصلحه ديال المغرب حنا المغرب لا في اطار شوف واحد القضيه حنا انا واحد المجموعه كنقول يحط رجلي للارض حنا عايشين في واحد الدوله مستقره دوله العمر ديالها 13 قرن سمعتي ولا لا؟ الدوله الامه المغربيه المصلحه ديالي مع المغرب كنعاود نقول انا كنشوف من زاويه مغربيه ماشي انا جالس هنا نضامن مع بلاصه اخرى ونخلي الامور ديال المغرب كاين اللي ما كيدويش لا على ميل في الصحراء ما كيدويش على المغرب يعني نهائيا عايش تما كيجي حي علي كيحي تما وكيردد الخطاب ديال تما كيردد الخطاب ديال تما كيردو عندي هنا واش هذه منطقي انت كاعلامي انا نقول لك واحد القضيه انت كاعلامي لا تهضر اي ما كنقولش شوف حنا كنناقشوا القضيه ديال الشرق الاوسط لان اللي كيوقع في العالم كيهمنا ولكن من زاويه مغربيه ما يجيش واحد يقول لك انا ما يجيش واحد يتضامن مع لا تسمع ليا يتضامن مع حزب الله وما تقولش كيجي واحد يتضامن مع حزب الله حزب الله النهار اللي كان كيحفر الانفاق شنو كان باغي يدخل البوليزار ديال السياحه ولا هذوك الانفاق اللي كانت شنو كان كيحفرهم ثابته بالوثائق حسن نصر الله انفى شوف انا كنقول لك كان ديال ايران المستشار الثقافي الموسوي حسن نصر الله غيجي يقول لك حسن نصر الله غيقول لك بانه راه وصلت لامريكا اللاتينيه واش غيقول لك هاد الامور هادي راه طبيعي انه غينفي والبوليزاريو ما كيحيدش من تما نزيدك واحد القضيه البوليزاريو حضر مع الحرس الثوري الايراني ومع الحشد الشعبي ومع الحوثيين ومع حزب الله في لبنان في العراق هادي راه قالها واحد مسؤول عراقي قال هذه المساله واحد سوري كيقول لك بان البوليزاريو كان وصل الى لبنان وصل الى سوريا ايوا هاد المسائل كلها غنطيقوا حنا حسن نصر الله هذاك زعيم راه كيقول شي حوايج بعض المرات اللي ما بيقدر يقول هاد الهضره اللي خرجت دابا الان بانه هو طلب هذا خطير معلومه اللي خرجت طلب وقف اطلاق النار ساعات قبل ما يتم شكون هذا حسن نصر الله طلب وقف اطلاق النار قبل ما تتم التصفيه ديالو اللي باقي واحد السؤال العالم شكون هي الجهه اللي ما بغاتوش يطلب وقف اطلاق النار اش باقي حي نصر الله شوف حسن نصر الله بدات كطرح واحد العالم ما شنا جبت شنو رايك ولا كاين شي اراء لا بدات كتخرج بعض الاراء كاينه شي انا كتقدر تكون سالات المهمه ديالو حيديه فهمتي حيديه جيب واحد اخر هذا الاخر هذا مؤكد لان بيقول لك شي واحد باقي عايش بهذيك الطريقه ديال كاين جوج فرضيات ما شنا جبت هنيه لا ما كتهضرش على هنيه لا كنشوفوا الجثث كنشوفوهم اكيد الجثث اللي ما كيبقاش شوف ايوا تفحمت كيقول تفحمت ولاش قال لك بلاتي واش راح لي انت هذه القضيه كيقول لك تفحمت واحد كيقول لك لا ما تمساتش بقى هو صين باش كما قلت لك انا باش هذه القضيه هذه كاينه معلومات بدات كتشك كيقول لك هذا حسن نصر الله فين مشى راه يمكن يكون مشى لايران هزوه تما ومشى يجلس تما هذا راي بدا كيروج هذا راي بدا كيروج سالات المهمه ديالو باتفاق تهز ومشى باش نفهموا
باش نفهموا، راه كاين عداء ما كنقولوهاش، كاين عداء بين اسرائيل وبين ايران، ولكن بجوج ضرورتان امريكيتان، وامريكا كتلعب الوساطه وبغات تحافظ على التوازن. انا كنقول لك السؤال اللي في خطر هو الدول السنيه، لان المشروع الايراني كيضرب الدول السنيه، واسرائيل كتوسع ايضا. اسرائيل كتوسع، راه غدا تقدر ما تلقاش لبنان. لبنان كيش لبنان، رجعتي للكتابات ديال كيسنجر كيقول لك لبنان فائض جغرافي، بمعنى بحال لا زايده، غدا تقدر ما تلقاهاش، ما تلقات واحد الطرف سوريا ما تلقاهاش. هذه كلها امور خارطه الشرق الاوسط كتبدل كتغير. وهنا التحليل ديال العقيده راه ما كيعطيناش نتائج. كيف كيبان لك الموقف المغرب كيفاش كيتعاطى مع التطور؟ شوف المغرب، انا غنقولها وغندافع ثاني وغينتقدني البعض، المغرب اذكى. شوف المغرب ذكي جدا، المغرب راه هضر على المتطرفين في الاطراف بجوج، نبه لهذه القضيه. والمغرب البيان ديالو النهار الاول كيقول لهم اودي، لا كتذكر البيان مباشره، كيقول لك اودي راه ما راه راه حذر منها، كيقول لك ما بقاتش مفاوضات، ما بقاش تواصل. اذا العنف راه المغرب هنا، والمغرب هو اللي غيلعب دور المغرب. علاش؟ لان عنده علاقات هنا وهنا. خلينا الناس اللي كيغوتوا خلينا نرجع للعلاقات المغرب الايراني. ممكن شو المستقبل، شو العلاقات الدوليه هذه، العلاقات الدوليه، ولكن ايران كتحاول انها تضرب الوحده الترابيه ديال المغرب، كتدعم البوليزاريو، هذه واضحه. ايران عندها قاعده قربه تندوف، يكونوا بحسن نيه نكونوا ضحايا ديال شي تقارير ولا ترى الدوله ديال حسن نصر الله. هذه راه الدوله، واش شي واحد القضيه انت واش كتسمع حسن نصر الله وما تسمعش فيها شي يقول؟ لا انا اعلامي نقول لك كل شيء. واسمع لي، حسن نصر الله كيقول كلام ديالو. حسن نصر الله راه زعيم، شو حسن نصر يقدر يصيفطك يصيفطك الفيراج، لانه ما كيقول القائد، ما القائد ما كتعرفش، هذه معروفه، ما تعرفش شنو كاين في النيه ديال القائد، عنده معطيات يقدر يدفقك في واحد المعطى اخر. بحال داك اللي دفقونا في البيضوفي الاسباني، فيراج البيضوفي كيبقى اخطاء. دابا انت دابا انا فين ما كتمشي كدينا في واحد الاتجاه. لا ودابا خلينا، رحنا في الشرق، رحنا في الشرق الاوسط دابا كتدور لي شو السي. دابا انت ما كتناقش معايا، انت خلينا كنناقشوا الشرق الاوسط. لا ماشي لا زعيم، هذا زعيم، كنهضر على زعيم، زعيم زعيم حسن نصر الله الهضره اللي كيقول راه يقدر يكون العكس ديالها. المرشد الايراني البارح في الصلاه ديال الجمعه يقدر يكون العكس ديال داكشي تما. ما كتعرفش حتى النوايا ديال القائد فين غادي، عندهم معلومات. ولكن انا السؤال، علاش نتوما كتسمعوا نصر الله وتسمعوا هذا وبحال قلتي مشدودين؟ انت راك درت معك عين من نفس، راه شويه السي حميد، راه انت ولات ايران دخلت لك لدماغك، ما دارت لك غسل ديال الدماغ، ترك مغربي. ارتيش دارت لك اسرائيل انت؟ أنا ماشي عمس غدي الدماغ، غير مشي لهاد المغرب. انا شو هاد القضيه؟ انا ما كدير لي لا اسرائيل لا، انت انا ما كدير لا هضره خاويه، لا هضره خاويه ديال اسرائيل. انا راه ما عندي لا مع اسرائيل لا مع ايران، باش نكونوا واضحين. واخا سمعت انت دابا، انا لقيتيني نتحداك، انا لقيتيني كندافع على اسرائيل، نتحداك انا العلاقات الدوليه كنقول قوه، وانت بالك تقول لي لا راه قال حسن، قال حسن نصر الله. ولكن بغينا نردد روايه رسميه اسرائيليه. حسن المقاومه، المقاومه ترى كدير المسافه. لا كاين الاسرائيلي انت دابا كدوروا انتم شي قضيه، ولات عندكم واحد الدوره ما كتلقى ما ديك شي واحد يقول راك مع اسرائيل. اشريف انا واحد القضيه تصنت كنكتبها لك، تسمح لي عافاك نطلبك، نطلبك شوف شوف قدام الله الوطن الملك محمد السادس ورضا الله صح. هذا هو المهدي كناقشوا، اما لا جيت اللي قلت لا وبدا بهذه الطريقه عندك تا واحد المجموعه عدو يقول لك لا تا اسرائيل ولا تا ايران، باش تسد انت ايران عاوتاني نفس الطريقه. اسمع لا انا جيت معاك، حنا جيت كنهضر معاك بنظريه في العلاقات الدوليه صاحبي، ما نهضرش مع واحد، شوف ما نهضرش مع واحد انا في الشارع، في الشارع مضغوط الغوت على والو. نظريه كتقول لك انتقال القوه، شنو هي انتقال القوه؟ جوج اطراف المصالح ديالهم كتمشي، شنو باغيين هما كيديروا؟ شنو كيديروا؟ كيحاولوا يشوفوا ذاك الشرق الاوسط كيفاش يعاودوا يهيكلوه بناء على المصالح، المصالح ديال اسرائيل. كنعاود نقول لك، انا كنقول لك المشروع الاسرائيلي الصهيوني والمشروع الفارسي الايراني جوج كيتضاربوا. اييه هو غير يجي شي واحد يزيد يقول لك لا انت مع اسرائيل. لا الاستاذ حاج لا واسمح لي ولا مع ايران، انا ما هنا ما انا مع المغرب السي، المصالح ديال المغرب. وشوف والمغرب، المغرب كيعرف يقرا التناقضات، كيعرف يقرا السي. لا كاين اللي طاح، كاين اللي طاح في الخطاب. شوف لا كل اللي طاح في الخطاب، اسمع لي، كاين اللي طاح في الخطاب ديال الجزائر، دايره خطاب واحد المغرب انتم مطبعين الجزائر. شوفوا السي نقول لك واحد القضيه، ويبيعوا البلاد ونصلوا سراول ويمشيوا يجريوا عند اسرائيل. اللي قالت لهم اجيو، شوف من غدا، من غدا تقول لهم انا غنضغط في مجلس الامن باش مجلس الامن الدول تغير الموقف ديالها في قضيه الصحراء، والله سيدي تيمشيو الشرطه تجريو ويبيعوا. ماشي ممكن، ما
ماشي خلي واحد ماشي ممكن ماشي ممكن تسيرة شركة ديال سوناتراك دايرة اتفاق مع الصديق ديال نتنياهو كتعطي الغاز في الوقت ديال الحرب الصينية. اي صحيح هذه ماشي غير هاد المسألة. نختموا هاد الحلقة كنشكرك بزاف وخليني نقول لك على كلمه لا سمحتي وانت خليك ترى اتفقنا على الله الوطن الملك. اي فوالا سيسالينا اذا احنا اذا هذا المغرب. برافو. انا اللي بغي ينتقدني راه كاين غيجي يخرج المغرب. انا مغربي وغندافع على المغرب وكنشوف انا هتحلي كنشوف من زاويه مغربيه المصالح ديال المغرب لان العلاقات الدوليه التقريتي العلاقات الدوليه كنحلل المصالح ديالي اش غنربح اش غنخسر. ايران راه رابحه فواحد البلاصه وخاسره فواحد اسرائيل حتى هي ولكن بالنسبه لي انا مغرب اش غنربح. عندنا القضيه الفلسطينيه نعاود نقول لك القضيه الفلسطينيه فيها الجانب ديال العقيده القدس المغرب كيقولها كيقول لك واخا الفلسطينيين بغاو يتخلاو عليها المغرب ما يتخلاش عليها. صحيح هذا والقضيه الفلسطينيه احنا نشأنا فيها باش يجي واحد يزيد. ترى كانت الاحزاب ديال اليسار سي الاحزاب كانت كتخرج 2 مليون ديال البشر ماشي يجي واحد يوم يقول لك القضيه الفلسطينيه. احنا راه كبرنا في هذا الشيء هذا ولكن كاينه شي حاجه ديال العقل. راه عرفات نهار اللي هز الشكاره ومشى دار الاتفاق راه كان عارف اش كيدير. عرفات رمز هذا عرفات. وانا مازال كنقول واحد القضيه مازال كنقولها ما غتقدرش اسرائيل تخرج مروان البرغوثي لحد الان اللي يقدر يجمع واللي يقدر يكون حدث هو مروان البرغوثي ماشي الاخرين. الاخرين راه كاين صراعات بيناتهم كاين اللي داتو ايران كاين اللي داتو اطراف اخرى. مروان البرغوثي كيوجدوا شوف مروان البرغوثي ما كانوش كيتفاوضوا عليه حماس في الاول حتى الاخر هو اللي يقدر يجمع الفلسطينيين لان هذا كيمثل القضيه الفلسطينيه باش نكونوا واضحين هنا كيمثل الفلسطينيين. ولكن انا ملي كنشوف هذه المأساة العدد ديال الشهداء ومازال مستمر شنو هو المآل فرصة اللي تعطات كدير تحليل سيكولوجي لنتنياهو ما غيوقفش. واش نتنياهو كتعرف الخطورة ديال الخطاب ديالو كيتحدث الأمم المتحدة ولا من زرق حتى الأمريكان ما قدرش تضبطو. هذه جوانب هذه كلها جوانب اللي خصنا نشوفوها. شنو غدير السيمانة راه شوف واحد القضية دابا حنا كنهضروا على هضرنا على نتنياهو نتنياهو كيعرف بأن المصير ديالو وقف الحرب ويمشي الحبس معروفة هذه القضية. شوف الخطاب ديالو في الأمم المتحدة كيتحدى العالم كامل كيتحدى ولكن راه وراه الدول الغربية المقاومة متفقين في التاريخ ديال المقاومة. واش مسألة شخصية ولا مسألة علاش هو متجه؟ شوف هذا ديما كاين جانب ديال كاين جانب شخصي ولكن غتلاحظ غنقول لك واحد القضية راه طلعات واحد طلع ملي دار العملية ديال الاختفاء بون هنايا مازال كنهضروا على الفرضية وما كيتسائلوا الاختفاء ديال حسن نصر الله واش اغتيال ديالو واش مات واش ما ماتش. المهم لحد الآن الفرضية ديال مات ولكن بدات كتخرج كيقول لك البعض راه بدات كتخرج هذه الفرضية. ملي دار هذه العملية طلعات الأسهم ديالو شنو جات العملية ديال إيران ياك جات العملية ديال إيران واش ماشي باش تهبط الاسهم ديالو هبطات الاسهم ديالو خرج وجهك حل كيتناقش دابا غيدير عمليه ثاني باش يطلع الاسهم ديالو. هادشي شكون اللي كيخدموا هادشي راه كتخدموا الولايات المتحده الامريكيه وراها ماشي كاع ضعيفه راه مقابلين هاد المساله هادي. رجعوا للقضيه ديال المقاومه هي ضرت ولا ما ضرتش اسرائيل من اغتيال حسن نصر الله ربحت ولا من هاد الضربه هادي. شوف دابا غتربح هي لا استطاعت تغير القياده. انا كنقول لك تغيير ديال القيادات باغا تغير المنظومه ديال الحزب غتصفي دابا الان راه وصلوا لهذاك اللي كان مع مشات الاسم ديالو راجل كبير كان هو المسؤول السياسي يقدر هذاك يقدر هو اللي يبقى ماشي عسكري يقدر يوصلوا لهذه القضيه. في التاريخ ديال المقاومات ما كتبقاش المقاومات غاده وكتخبط غاده وكتخبط راه كتكون لحظات ديال المفاوضات. شوفوا شنو وقع ما كنبقاوش غاديين. دابا الفلسطينيين شحال العدد ديال الشهداء في هذه الوضعيه. لبنان الان نفس الوضعيه ما كنبغيش تكون نفس الوضعيه. شوف النزوح شوف دابا الان فين غاديين الان اللبنانيين نازحين كانت المقاومه تكوراهم عرفتش كيديروا لنا الاسرائيليين في العالم صنت دابا خلي كره دخلوا عندنا خلي كندخموا في التاريخ ديال الشعوب. نقول لك واحد القضيه التاريخ ديال الشعوب معروفه هذه القضيه التاريخ ديال النضالات معروفه في العالم كله. رجع شوف المدرسه تقدمية في القانون الدولي تعطيك أفكار في هذا الجانب هذا. رجع شوف قرأ الفقيه شارل شومو شوف هذه القضية شوف هذه المسائل هذه باش تعطيك تحية لك سي منار سليمي خليني نقول لك واحد الكلمة تقول لي واحد الكلمة دابا أنت الجمهور عندك غينزل عليا أنا سبان يمينا وشمالا شوف أقولها أمام الجمهور والله إلا كنحييك عاليا شوف كنحييك وليا الشرف نستضفك والنقاش معك شيق بالعكس عندك شجاعة فكرية وكتعبر لأفكارك نختلفوا معاك ولكن راه كاين ناس مخبعين والله ما كيقدروا يهضروا
عندك شجاعة. أنا وياك اتفقنا في الأخير. الله الوطن الملك. وزيد الرابعة رضات الوالدين. صح. أنا راك تعرف في القناة تنقول أنا عندي ربعة. الله الوطن الملك ورضات الوالدين. حيت حنا مغاربة كان فهم ديال تمغربية المغاربة. حنا مغاربة.